السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. معكم عبد السلام صالح، وفيديو اليوم رح نتعلم كيفية إنشاء ثلاث خيارات إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ أصدقائي بفيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وأيضا يا أصدقائي، كل ملفات قناة عالمكم موجودة على موقعنا الخاص موقع عالمكم، رابط هذا الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو. وأيضا يا أصدقائي، يوجد دبلوم باوربوينت احترافي متكامل مرفق معه أكثر من 15,000 قالب باوربوينت احترافي. ويلا نبدأ بفيديو اليوم. في البداية أصدقائي، راح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال راح نختار دائرة. راح نضغط شيفت وراح نرسم دائرة بهذا الشكل. تمام، راح نحط الدائرة بدون إطار، ولون التعبئة رح نختاره بهذا اللون. رح نحطه في منتصف أو في وسط الشريحة، ورح نكرره بالضغط على كنترول وسحبه بهذا الشكل. هلا هي الدائرة، رح نصغرها شوي ورح ننقر عليها باليمين، ومن تنسيق الشكل رح نختار تعبئة متدرجة. رح نعزف هدول اللونين فقط، رح نترك لونين. اللون الأول رح نختاره باللون الأبيض، واللون الثاني رح نختاره بهذا اللون، طبعا من الاتجاه، وليكن رح نختاره من هذا الاتجاه، ورح نحطه في وسط وفي منتصف الدائرة الخضراء. ورح نحدد هاي الدائرة، ومن تأثيرات رح نحط لها ظل من إعدادات مسبقة، وليكن رح نختار هذا الاتجاه. الشفافية رح نحطها 50، والضبابية رح نحطها 9 بهذا الشكل. الدائرة الخضراء راح نحددها مرة ثانية، وراح نكررها بالضغط على كنترول وسحبة. راح أصغر الدائرة الخضراء هلقيت بهذا الشكل، وراح أحطها بهذا المكان. راح أنقر عليها باليمين، وراح أعطيها نقل إلى الخلفية. راح أحدد هلا دورتين الخضر هدول، ومن دمج الأشكال راح نختار اتحاد. تمام، راح أتوجه هلا أصدقائي إلى قائمة إدراج، ومن الأشكال راح نختار السهم. راح نرسم من هي النقطة هيك، وراح نرسم من هي النقطة السهم بالضغط على شيفت بهذا الشكل. هذا السهم راح نحط اللون الإطار تبعه بهذا اللون، راح نعطيه شوية سماكة بهذا الشكل، وراح ننقر عليه باليمين، وراح نعطيه نقل إلى الخلفية. تمام، راح نحدد لك كل الأشكال، وراح ننقر عليهم باليمين، وراح نعطيهم تجميع أو كنترول جي من الكيبورد. تمام، راح أحطه بهذا المكان، وراح أكرره بالضغط على كنترول وسحبة، وراح أعطيه استدارة طبعا بالضغط على شيفت. راح أكرر هاي الدائرة مرة ثانية، وراح أضغط شيفت وأعطيه استدارة بهذا الشكل، راح أحطه بهذا المكان. هلا أصدقائي، راح نحدد ثلاث أشكال، وراح ننقر عليهم باليمين ونعطيهم تجميع، أو مثل ما قلنا من شوي كنترول جي من الكيبورد، ومن ترتيب محاذاة محاذاة إلى الوسط، مرة ثانية من ترتيب محاذاة محاذاة إلى المنتصف، وراح ننقر عليهم باليمين، ومن تجميع فك التجميع أو كنترول شيفت وجي. هلا هذا الشكل راح نغير الألوان تبعه، راح نحدد هذا الشكل، وراح نختار اللون وليكن هذا اللون. كمان هذا الشكل راح نختار له هذا اللون. راح نغير لون السهم هون ولون السهم هون بهذا الشكل. هلا أصدقائي، راح أقوم بإحضار النصوص. هلا راح أقوم بترتيب النصوص بهذا الشكل. تمام، راح نجيب كمان الرقم، وراح نحط الرقم بهذا المكان. راح نعطيه تعبئة باللون الأبيض. راح نكرر بالضغط على كنترول سحبه، ونغير الرقم إلى 02. وهون كمان راح نكتب 03. تمام، هلا راح احدد كل شكل مع محتوياته، سواء كان نص، ايقونه، رقم، وراح انقر عليهم باليمين، وراح اعطيهم من تجميع تجميع او كنترول جي. كمان راح احدد هدول الاشكال
وراح اعطيهم كنترول جي. هذول اشكال وراح اعطيهم كنترول جي. تمام، هلا اصدقائي راح اتوجه الى قائمه ادراج، ومن اشكال راح اختار مستطيل وراح ارسم مستطيل على قدر مساحه العمل بهذا الشكل. راح احط هذا المستطيل من دون اطار، وراح اجي لهون ونختار تعبئه متدرجه. راح نختارها من ثلاث الوان. اللون في النص راح نختار الموضع 50 بهذا الشكل. هذا اللون في النص راح ناخذه التعبئه بهذا اللون، وهون راح ناخذ التعبئه بهذا اللون، وهون راح نختار التعبئه بهذا اللون بهذا الشكل. هذا المستطيل راح نكرره بالضغط على كنترول دي من الكيبورد، وراح ناخذ تعبئه خالصه باللون الابيض. راح نطابق المستطيلين فوق بعض بهذا الشكل، وراح نضغط كنترول شيفت وراح نصغرهم بهذا الشكل. تمام، راح نضغط هلا كنترول وراح نصغر من هون لحتى تصغر معنا من هون ومن هون، لحتى نسوي كمان التباعد بين هاي بين المستقيم من هون والمستقيم من هون نفسه التباعد المستقيم من هون والمستقيم من هون. تمام، راح نضغط كنترول وراح نكبر شوي بهذا الشكل. راح نحدد الشكلين وراح نقر عليهم باليمين وراح نعطيهم النقل الى الخلفيه. طبعا اصدقائي انا كمان جهزت لكم خريطه راح تكون مرفقه في ملف العمل، راح نقوم بنسخها ولصقها بهذا الشكل. راح نكبرها على قدر مساحة العمل البيضاء وراح نحددها مع الخلفيات، او نحدد الاشكال يلي رسمناهم ونقر عليهم باليمين، وراح نعطيهم نقل الى المقدمة او احضار الى المقدمة. طبعا هلا ضل عندي العنوان راح اجيبه وراح احطه بهذا المكان. تمام هيك اصدقائي، بيكون هيك خلصنا رسمتنا لليوم. وهلقيت رح نسوي لها انيميشن او تحريك لهي الرسمة. اول شي رح نقوم بتحديد الخلفية ما عدا الرسمات اللي نحن قمنا برسمهم، ورح نتوجه الى حركات ورح نختار تضاؤل بهذا الشكل. بعدين رح نختار العنوان ورح نعطيه تكبير او تصغير، ورح نقر من البداية رح نعطيه من البداية بعد السابق. تمام، رح نحدد هذا الشكل ورح نعطيه نمو وتحريك بهذا الشكل، وكمان هون رح نعطيه بعد السابق. رح نحدد هاي ورح نعطيه ناسخ الحركة دبل كليك بهذا الشكل، وننسخ الحركة على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. تمام، ولا رح نشغل ونشوف الحركة شلون رح تصير. بهذا الشكل أصدقائي بيكون خلصنا رسمتنا لليوم. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.